شو؟ ليش عملت فيني هيك؟ من شان مصلحتك أنت وسوارة مستعد تعرض حياتي أنا ومرتي للخطر؟ روح من هون، روح من هون بسرعة قبل ما أخسر الأخ الوحيد يلي كان عندي، وناخذ قرارات نحن مو قد أبداً ونرجع نندم عليها نحن الاثنين بعدين. وبس أطلع من هون منرجع منقرر شو رح نعمل. يلا روح بسرعة. لاكشي، أنت أخي الوحيد. أنا ما عاد عندي ولا أخ. أنا صدمتي فيك أصعب شيء صار معي بحياتي. ما عاد بدي شوفك، لأنه أنت الشخص الوحيد يلي ما كنت متوقع منه الخيانة. بس أنت طلعت أكتر إنسان ندل حقير. تذكر الكلام يلي رح أقلك يا هلأ سانسكار ماهي شواري. أنا اليوم يلي رح أطلع فيه من هون رح خلي كل حياتك عذاب مثل ما خليتني أتعذب هون. رح انتقم منك سانسكار مهشواري. انت خليتني اخسر كل شيء. ما حدا بيقدر يقدر مشاعري اللي انا حاسس فيها وانا عم اطلع فيك هلا. انت اكيد جنيت. انا ما دخلني بشيء. صدقني انه انا مو عارفان شو عم يصير. انا مستحيل كون مثل ما انت عم تحكي. بس ماشي، لسه في 40 دقيقة رح أثبت لك فيهن أنه أنا بريء، لأنه أنا مستحيل فكر خونك لاكشي، لأنك أخي والأخ ما بيخون أخوه حتى لو كلفه هذا الشيء حياته كلها. إيه لاكشي، ما فيك تنكر، ما بتقدر تنسى كل هاي الحياة اللي عشناها سوا بلحظة واحدة. خلصت؟ يلا روح من وشي. ما رح يصير له شيء، ما رح خليه يصير له شيء. أنا ما لي حدا بالدنيا غير لاكشي. سوارة، سوارة ما لازم يصير له شيء.
صدقيني أنا ما بقدر أتنفس بدون لاكشي. أسوأ إذا لاكشي بيصير روشي بيقتل حالي. لاكشي هو كل شيء. ومشان لاكشي أنا مستعد أعمل كل شيء. بعمل أي شيء لخلصه من السجن. لاكشي ما لازم يصير له أي شيء أبدا. ولا عن جد بيقتل حالي. شو أعمل؟ سوار الوقت عم يمر بسرعة وأنا مو عارفة شو لازم أعمل. أنا لازم أحمي بسرعة. لازم آخذ المصاري وروح لعنده بنص ساعة. خلص أنا ما حد بيحمي حدا غيره أبدا. خلص لازم أنقذ لاكشي. أنتي شو بدك تقولي لي؟ إنه دار شو السبب ما؟ إيه وإنه هو ورا كل شي عم بيصير. بس أنا هذا الحكي ما دخل مخي وما اقتنعت فيه أبدا. سنسكار هو المسؤول الوحيد. إن بلا سوارة ما بعرف قديش أخذ سنسكار مصاري لحتى يبيع أخوه بهالطريقة البشعة. قولي لي قديش أخذته؟ قديش أحكي؟ قولي لي سوارة قديش أخذته مصاري؟ هلأ فهمت؟ سوارة اسمعيني شو رح أقول. مو قدرش أعطاكم مصاري لتعملوا هيك بلاكشي. سوارة أنتي ليش ما بتعطيني شوي منهم للمصاري لأدفعهم؟ لأنه أنا معي نص ساعة. شوفي أنتي هلأ معي مبلغ كتير كبير هلأ سوارة. ايه وأنا بس بدي 500,000 لأدفعهم. بس سوارة مو أكتر من هيك أبدا. بس ما بدي أكتر من هيك لحتى طالعوا للاكشي. عم بترجاكي بترجاكي. أنت شو عم تقولي؟ عم تفكري بهالحكي قبل ما تقولي؟ سوارة أنتي أختي الوحيدة ما هيك؟ بترجاكي عطيني 500,000. بترجاكي سوارة أنا بس بدي طالع زوجي من السجن. بترجاكي تساعديني بس هالمرة وبعدين صدقيني سوارة ما عاد رح تشوفي وجهي بحياتك أبدا. راجيني اصحي شوي. أنت شو عم تحكي؟ أنت ليش ما عم تفهمي لهلأ إنه هذا كله خطة من أدارش لحتى يفرق بيناتنا؟ سوارة أنا ما بيهمني اسمع هالكلام كله هلأ ما بيهمني أبدا. أنا بس بدي تعطيني 500,000 بس وخذوا الباقي كله وعيشوا فيه أنتوا. وبعدين بعدك أنا ولكشي رح نمشي وما عاد رح تشوفونا أبدا بحياتكم. أنا بحلف لك بكل شيء إني رح أتركك خلص. وبعدين فيكم تعيشوا أنتي وسنسكار بالمصاري مثل ما بدكم بلا ما نسعجكم. سوارة بترجاكي بس أعطيني 500,000. راجيني راجيني؟ سوارة؟ شو عم تعملوا انتو؟ شو هالحالة اللي وصلتوا لها حتى كل واحدة منكن عم تضرب التانية؟ انتو شو صاير لكن؟ ليش ما عم بتجاوبوني؟ شو ليش سكتوا؟ معقولة انتوا توصلوا لهون؟ راجيني انتي رحتي لتطلعي لاكشي من السجن؟ وينو لاكشي؟ بابا لاكشي ما كان بدي حطك بهذا الموقف ابدا، بس للاسف سانسكار هو المسؤول. بعد ساعه رح ترفع القضيه للمحكمه وبعد هيك لاكشي رح يضل بالسجن. صح انا اخذت رشوه منك، بس انت كمان رشيت ب10 مليون من عند دارش. لاكشي هلا عايش بوضع نفسي كتير صعب. طبعا انت مخول انك تعزله وتعمل فيه مثل ما بدك. انا عم بعمل هذا الشيء كله مشان سوارة. انا بحاجه المصاري من ادارش. يعني هذا الموضوع في مسؤوليه كتير كبيره علي. اسمه صار بالسجلات هلا. بس لحظة، كل شي بينحل بتمنه. بدي 500 وبتسكر الملف. أدارش مستعد يدفع أكتر. رح أعطيك ساعة واحدة بس. هلأ صار عنا بدل مشكلة واحدة مشكلتين. لازم نطلع لاكشي من السجن، وكمان لازم نحمي حياة أخوكي.
شو؟ بابا أخي شو صار له؟ معناته نحن محتاجين مصاري، بس كيف؟ شو لازم نعمل هلا؟ ماني قادره استوعب شو عم بيصير. زوجك مستحيل يطلع من السجن اذا ما جبتي لي المصاري خلال ساعه واحده. بابا بابا انا ما عضل معي وقت ابدا. انا بعرف بنتي، بس كمان مو عارفان هلا شو بدي اعمل. بس اهم شيء ما عاد تتخانقوا. أهلين أهلين، كيفك سومترا؟ إيه أكيد رح أعطيك المصاري. لا لا عاد تحكي معي هيك أبداً. ليش هيك؟ صح أنت مالك من العيلة، بس الصداقة أهم بكتير من أنك تكوني قريبتي. وأنت لا تاكلي أهم شي ماشي؟ قدي بدك مصاري بالضبط؟ شو قلتي؟ 100,000؟ ايه بسيطة معي أكثر، أنتِ لا تاكلي هم شي، وليكي بس ترجعي تحتاجي مرة تانية كمان بتخبريني، وراح أزعل كثير إذا بتاخدي من حدا تاني غيري. ايه ايه أنا مستعدة ساعدك إيمت ما كنتي محتاجة، لشو نحن رفقات؟ سوارة شو ممكن أعمل وأنا شايف إنه ابني عم يموت بين إيدي؟ هي اللي بتقدر تحل هاي المشكلة. ما عندي مشكلة سامحها وانسى كل الماضي، المهم إنه ابني ما يصير له أي شيء. سوارة بابا معه حق، ستي الوحيدة اللي بتقدر تساعدنا. أنا بعرف إنه رح تقبل تساعدني. لا أكيد راجيني، أنتم مو قادرانين تستوعبوا إنه ستي هي ورا كل هالشي اللي عم يصير معنا وهدفها بس توصل لهون. وإنتو سوارة لو سمحتي بعدي من هون. بنتي الوحيدة المعنية باللي عم يصير لعيلتي، وأنا ما رح سامحك أبدا، وأنا محملك مسؤولية كل شي عم يصير. حبيبتي سومترا بس ترجعي تحتاجي اعملي لي تليفون واحد. انتو خير؟ ماما في موضوع بدنا نحكي معك فيه. ماما انا بعرف انك انت زعلانه مني كثير، بعرف، واكيد معك حق لحتى تزعلي مني كل هالقد. ماما نحن بحاجتك وبدنا اياكي انه تساعديها. ماما ما في غيرك انت ممكن يساعدني، بدي مصاري انا بترجاكي. ماما بابا ماما بترجاكي، ماما ابني رح يموت اذا ما عالجته بسرعه وانا ما معي مصاري ابدا. ستي ستي بترجاكي تساعدي بابا وتساعديني. ستي ماما
أنا ستي أنا عم بترجاكي وبتوسل لك توافقي. بترجاكي ستي، بترجاكي ستي، بترجاكي أنا بدي مصاري لطلع لك شي من السجن. ستي بترجاكي، ما ضل قدامي غير ربع ساعة. ستي أنا مستعدة أعتذر لك عن كل شي عملته، بس بترجاكي إنك تساعديني. ستي لو سمحتي، ليش هيك مستعجلة بنتي؟ استني، انتظري شوي. بالأول بدنا نتفق على شيء، وإذا وافقتوا بتاخدوا هدول المصاري طبعاً إذا بدكم. هلأ قولولي شو رح تقدمولي مقابل هالشي؟ ستي شو عم تناديلي؟ ستي عن جد حلو، هلأ صرت ستك بس احتجتيني؟ ستي ما؟ من كم يوم ما كنت ستك وكنتي عم تديريلي ظهرك، وهلأ رجعت أنا ستك؟ من 4 أيام درتولي ظهركن ولا كأنه بتعرفوني، وهلأ بس احتجتوا هدول المصاري؟ وقتها بس رجعت أنا ستك، وأنت ابني اللي من لحمي ودمي، هيك بتعمل؟ بلشتوا تتعاملوا معي وكأني مالي موجودة ولا كأن بعني لكم شي بحياتكم، وبس احتجتوا مصاري إجيتوا تترجوني. معلش هلأ يمكن ما معكم وقت لحتى تحكوا بالموضوع أكتر من هيك. خذوا المصاري اللي محتاجينها، بس بالأول في شرط، إنه الشيء اللي صار من قبل ممنوع إنه يتكرر مرة تانية، وبتكون تضلوا ماشيين على كلمتي إلي من هاللحظة. أكيد ماما. ماما أنا رح أعمل أي شيء بدك إياه مني، بس أعطيني المصاري لو سمحت. سوارة شوفي سانسكارو هناك. سوارة أنا جاي. شو صاير معك أنت؟ ليش هيك صوتك كله منيح؟ لا سانسكار ما في شي منيح أبدا. بابا وراجيني راحوا عند ستي ليأخذوا منا مصاري، وهي لو سمحت لا تتأخر أبدا. يلا جاي، مالي مطول. لا مثل ما بدك ماما. فكر لسه شوي، بمجرد ما أنتوا اثنين هلأ رح تقعدوني، ما رح يكون في تراجع بعد اليوم. ستي ما رح نتراجع. طيب اسمعني شيخار، هلأ أنت وراجيني وانتي شو بكون؟
بين على وجوهكم إنه أنتوا مالكم متقبلين الحكي، وما رح تقبلوا العرض اللي عرض. على كل حال ما تاكلوا هم أصلاً، ليش لأهتم؟ مو أول مرة بتعملوها فيني. بس المشكلة رح تتدمر حياة حدا بتحبوه بعد أقل من 10 دقايق. سنسكار، سنسكار أنا عن جد خايفة كتير، كل الأمور عم تصير ضدنا أنا وإنت. ما رح يصير شي، كله رح يرجع منيح. تعالي هلأ. لا سوارة، خلصنا. يلا راجيني. بابا راجيني. خلاص اسكتي. أبوكي وراجيني ما رح يسمعوكي هالمرة، لأنه بعد اللي صار بيني وبينهم تغيروا، خلاص تغيرت حياتهم من بعد اليوم. ومن هذا اليوم وبالطالع سوارة وراجيني مو مع بعضهم، ولا رح يرجعوا أبدا. شوفي انتي ما عم تصدقي حكي، خلص انتي رجعي اسأليهم بس يرجعوا لهون ماشي. كنتي مفكرة انه ما بقدر فرق بينك وبين راجيني، ما هي؟ بس هلأ انتي ما عاد رح تعني لأي شي لبنتي من بعد اليوم. واليوم انتي طلعتي الخسرانة الوحيدة بيناتنا كلنا، وبسببي. شو رأيك؟ مو مصدقة؟ من بعد اليوم أنا اللي رح أحكمكم، ديري بالك. هيك اللعبة فيها الخسران وفيها الرابح. أنا قررت إنه أنتوا ما رح تضلوا سوا، وأنتي صفيتي وحيدة وما عاد في حدا حدك. هاد درس صغير بتمنى تتعلموا منه منيح. انتي وجوزي من هون، وما رح خلي حدا يأذيك. أنا كنت متت لو أنت صار لك أي شيء. خلينا نروح. أنت محظوظ،
صحيح في ناس من عيلتك خانوك وباعوك، بس ليك مرتك شو عملت مشانك؟ لاكشي خلينا نروح، يلا نمشي من هون. استنى، اتمنى تكون تعلمت من الدرس منيح انه كل شيء بالمصاري. بهذا الزمن تغيرت كتير مبادئ وهذا اللي صار معك، شفت كيف؟ اي حدا مستعد يبيع التاني مشان المصاري، وسانسكار اثبت لك هذا الشيء، دير بالك منه. خلص لاكشي خلينا نمشي من هون بسرعة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.